الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وإني لأعجب من بعض الجهال الذين يقولون إن الصحابة لم يكونوا يطلبون بركة ذاتية من أبي بكر لاكتفائهم بالآثار التي كانت موجودة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلط وتزوير للحقائق، بل لم يكونوا يطلبون البركة من أبي بكر لا من ثيابه ولا من فضل طعامه ولا من فضل وضوئه أو عرقه، لأنهم يفرقون، هذا هو الفرقان الصحيح، لأنهم يفرقون بين البركة المخلوقة في ذات رسول الله والبركة التي خلقها الله في ذات أبي بكر وغيره من المهاجرين والأنصار. فتلك أي بركة رسول الله بركة ذاتية منتقلة باتفاق الصحابة، وتلك الأخرى أي بركة المهاجرين والأنصار وغيرهم من الأئمة بركة معنوية لازمة، فصاروا يطلبون البركة من بركة رسول الله ولم يطلبوها من ذات أبي بكر رضي الله عنه. هذا هو الفرقان الصحيح. ولا تكذبوا على الناس ولا تدلسوا على الناس ولا تغشوا الناس في دينهم وعقيدتهم وتوحيدهم وإيمانهم. فالصحابة متفقون على أن أبا بكر رجل مبارك، لكنها البركة المعنوية الملازمة لذات أبي بكر، فلا تنتقل إلى طعامه ولا تنتقل إلى ثيابه ولا تنتقل إلى من فصل عن جسده. ولذلك لم يكن الصحابة باتفاقهم يطلبون البركة من بعضهم البعض كما كانوا يطلبونها من رسول الله. لما؟ لأن البركة تنقسم إلى هذين القسمين اللذين أوجب الخلط بينهما، هذه البدع التي نراها وبنى عليها هؤلاء الجهال فتواهم بجواز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين، حتى وإن قالها من قالها أو نقلوها عمن نقلوها، فيبقى كلام علماء. الصحابة هم قدوتنا، هم قدوتنا، ولم يكن الصحابة يطلبون البركة من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يكن يطلبها بعضهم من بعض لا من المهاجرين ولا من الأنصار، لأنهم يعتقدون أن البركة التي في ذوات هؤلاء إنما هي بركة معنوية لازمة لا تفارق محلها أبدا. وكذلك بركة الزمان كرمضان وغيره بركة معنوية لازم، وبركة عاشوراء بركة معنوية لازم، وبركة عشر ذي الحجة بركة معنوية لازمة، وغيرها من الأزمنة، وبركة المسجد الحرام بركة معنوية لازمة في تضعيف أجل الصلاة ومن دخله كان آمنا وغير ذلك من فضائله. لكن ليس معنى بركة المسجد الحرام أن كل حصاة في المسجد ففيها بركة، أن كل عمود في المسجد الحرام ففيه بركة. فتجد بعض الناس يتمسح بالأعمدة في المسجد الحرام، يتمسح بجدران الكعبة وأستارها، يتمسح بمقام إبراهيم ظنا منه أن البركة التي خلقها الله في هذا الموضع هي البركة الذاتية المنتقلة، وهذا خطأ عظيم، هذا خطأ عظيم جدا أيها المسلمون. إني لكم نذير انتبهوا لما أقول. والله فيه بركة، نعم فيه بركة، لكن أي بركة؟ بركة معنوية لازم. ولذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمسح بأستار الكعبة وجدرانها ولا بمقام إبراهيم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة شيء من ذلك أبدا. المسجد الأقصى فيه بركة، نعم، الذي باركنا حوله كما قال الله عز وجل، لكن بركة معنوية ملازمة له. ماء زمزم فيه بركة، نعم، إنها ماء مباركة، لكن بركتها معنوية لازمة في شربها في شفاء السقم وطعام الطعم. فالذي يغسل ثيابه بماء زمزم ظنا منه أن البركة ستنتقل للثياب، أو الذي يغسل سيارته أو يعمم داره بماء زمزم ظنا منه أن البركة ستنتقل إلى هذا المكان، هذا ليس بصحيح. البركة التي فيه بركة معنوية لازمة. بركة القرآن أيضا بركة معنوية لازمة، القرآن كتاب مبارك، بركته في تضعيف أجر تلاوته وفي الاهتداء به والاستشفاء به وفي تحكيمه وغيرها من فضائله، لكن ليس معنى هذا أنك إذا وضعت القرآن على رأسك أو على صدرك أو وضعته في سيارتك أو غير ذلك أن البركة تحل في هذا الموضع، أن البركة تحل في هذا الموضع. نقول لا، اقرأ القرآن فبركته في قراءتك،
اقرأوا سورة البقرة، هذه تفر الشياطين من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ولا تستطيعها البطل كما في الحديث. لكن أما مجرد أوراق القرآن ووضع القرآن في مكان معين، أو أن اليد التي تمس القرآن تنتقل البركة لها، هذا الخلط بين نوعي البركة هو الذي بنى عليه هؤلاء فتواهم الباطلة بجواز التبرك بآثار الصالحين. الصالحون يأكلون الطعام، لكن ليس هناك بركة تنتقل من أيديهم إلى الطعام حتى يتبرك بالطعام من بعدهم. بركة هذا الصالح الذي أكل الطعام بركة معنوية ملازمة له. أنا لا أنفي وجود البركة فيه، فيه بركة، ولكن أي بركة؟ بركة معنوية لازم. لما هذا الخلط بين نوعي البركة؟ ولما تغشون الناس بمثل هذا الكلام؟ الصالح يشرب الشراب، نعم فيه بركة، نعم بركة، لكن هل هناك بركة تنتقل من ذات الصالح وتحل في القدح؟ الجواب لا. هذا رسول الله فقط، أما غيره فلا. رسول الله فقط هو الذي إذا شرب الشراب حلت البركة في هذا الشراب، هو الذي إذا توضأ في إناء حلت البركة في هذا الإناء، لأن بركة ذاتية منتقلة، لكن غيره لا، ما تنتقل، بركة معنوية ملازمة لذاته. أوجب الخلط بين نوعي البركة فسادا كبيرا في الاعتقاد وبدعا كثيرة لا عد لها ولا حصر. فالواجب على أهل العلم الصادقين أن يبينوا للناس الفرق يا إخواني بين هذين النوعين. ما نلبس على الناس ولا نغش الناس في دينهم وعقيدتهم كما يفعله هؤلاء المتمشيخون الذين نصبوا أنفسهم في الإفتاء للناس على هذه الطريقة البدعية المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. لما لا تقولون للناس إن البركة بذات رسول الله بركة منتقل، وأن البركة في ذوات الصالحين والأولياء بركة معنوية؟ ولذلك إذا زارك أحد من الصالحين فقلت زارتنا البركة، فكلامك حق إذا كنت تقصد به البركة المعنوية اللازمة، وكلامك باطل إذا كنت تقصد به البركة الذاتية المنتقلة. الأولياء والصالحون يلبسون الثياب، نعم، لكن هل هناك بركة تخرج من أجسادهم وتحل في ثيابهم؟ بمعنى أن من يلبس ثيابهم بعدها بعد لبسهم لا تحل في جسده البركة؟ الجواب لا، ما في بركة تنتقل للثوب. هذاك رسول الله فقط، هذا من خصائصه فقط. فإن قال لنا قائل أولا يقاس هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا يقاس هؤلاء الأولياء والصالحون على رسول الله بجامع الصلاح بين في كل والولاية في كل؟ نقول من قال لك هذا؟ هذا قياس فاسد، هذا قياس مع الفارق. من قال لك هذا؟ حتى وإن نص عليه من نص عليه من شراح الحديث، هذا خطأ، هذا خطأ قاله هؤلاء، ونجزم بأنه خطأ ولم يسيروا فيه على القول الصحيح، ويبقى كلام علماء لهم احترامهم وتقديرهم، لكنه خطأ في ذاته. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون برسول الله ويطلبون البركة الذاتية المنتقلة منه، ليس لمجرد صلاحه فقط ولا لأنه ولي من أولياء الله فقط، لا، بل لأنه رسول الله. من الذي يشاركه في هذه الصفة حتى نقيسه عليه؟ ولأنه خاتم النبيين، من الذي يشاركه في هذه الصفة حتى نقيسه عليه؟ ولأنه خليل رب العالمين وخير عباد الله أجمعين وصاحب الشفاعة العظمى والمعجزة الكبرى والحوض المورود وغير ذلك من صفاته العظيمة، قل لي بربك من الأولياء يشارك رسول الله في ذلك حتى نلحقه به في بركته الذاتية المنتقلة؟ من الذي يشاركه؟ من الذي يشاركه؟ كيف يقاس غيره عليه؟ وأعلم الناس بالشرع صحابته، ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر ولا عثمان ولا علي. فلو كان ذلك سائغا لمجرد الصلاح والولاية لكان أبو بكر أحق من فعل معه ذلك، وعمر أحق من فعل معه ذلك، وعثمان وعلي أيضا كذلك، والصحابة بالنسبة للتابعين أيضا كذلك، لكن ما في أحد سوى فعل هذا، ما في أحد سوى هذا أبدا، ما في أحد قال هذا من الصحابة رضي الله عنهم. وبناء على ذلك فما يفعله كثير من الصوفية من التمسح بأوليائهم وممن يزعمون فيه الولاية والصلاح
وأخذ آثاره من الثياب والنعال، كل ذلك من البدع المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك طلب البركة من القبور وأصحابها أو طلبها من بعض الأشجار كذات أنواط التي كان المشركون يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم طلبا لبركتها، كل ذلك مما لا يجوز بشريعة الإسلام، بل عده العلماء من الشرك الأصغر إذا كان يعتقد سببيته فقط، وأما إذا كان يعتقد أن هذا الولي هو الذي أوجد البركة بذاته، وأن هذه الشجرة أو هذا الميت أو هذا القبر هو الذي أوجد البركة بذاته، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. وكذلك لا يجوز طلب البركة الذاتية المنتقلة بالتعلق بأستار الكعبة ولا بالتمسح بمقام إبراهيم ولا بجدران البيت الحرام وأروقته. لما؟ أليس فيها بركة؟ الجواب بلى، فيها بركة، وأقسم بالله فيها بركة، أقسم بالله فيها بركة، أقسم بالله فيها بركة. لكن أي بركة؟ لا تخدع الناس، لا تغرروا بالناس، لا تفسدوا عقيدة الناس. أي بركة موجودة في المسجد الحرام؟ إنما هي البركة المعنوية اللازمة التي لا تفارق محلها أبدا. هذه الأشياء نعتقد وجود البركة فيها، أبو بكر فيه بركة، الصحابة فيهم بركة، الأئمة فيهم بركة، أبو حنيفة فيه بركة، أحمد فيه بركة، الإمام الشافعي مالك فيه بركة، الأئمة فيهم بركة، العلماء أهل التوحيد والعقيدة الصافية فيهم بركة، بل كل مسلم يا رجل فيه بركة، وتختلف بركته باختلاف إيمانه وتوحيده وصفاء عقيدته. لكن أي بركة، أي بركة خلقها الله في هذه الذوات؟ هي البركة المعنوية اللازمة التي لا تفارق محلها. فإذا رأينا أحدا من العلماء قال بأنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فنحن ننظر، ما نرد كلامه مطلقا ولا نقبله مطلقا، لأن الكلام مجمل الآن. ماذا تقصد بطلب البركة؟ طلب بركة الاتباع والاقتداء والعمل بصلاح الصالحين وولاية الأولياء؟ نعم، ما في مشكلة، أنا أتأسى بالصالحين وأقتدي بهم طلبا لبركة هؤلاء الأولياء والصالحين، طلبا لبركتهم، بركة الأعمال، بركة الاقتداء، بركة السير على منهجهم السليم الصحيح. نعم، هذا ما في كلام. لكن إذا كنت تقصد بطلب البركة أنني آكل من الطعام الذي أكل منه ظنا مني أن في بركة بعدما أكل منه هذا الصالح، هذه بركة ذاتية منتقلة، أنا ما أعتقد أنه رسول الله، هذه برسول الله فقط، أنا ما أعتقد أن هذا الولي رسول الله، لا، أنا أعتقد أن هذا الولي مبارك وبركته ما تنتقل للطعام، أعتقد أن هذا الصالح مبارك ولكن بركته ما تنتقل للثياب، أعتقد أن هذا العابد العالم الزاهد مبارك ولكن لا أعتقد أن بركته تنتقل إلى الإناء الذي توضأ فيه، هو مبارك ولكن بركة معنوية لازمة له لذاته ما تفارق محلها أبدا. هذا الذي ندين الله عز وجل به، وهو الذي سار عليه الصحابة والأئمة والكبار من أهل العلم. وإذا أخطأ عالم من العلماء فقال بجواز ذلك فإنه يبقى عالما، وقوله واجتهاده يخصه وليس بالضرورة أن نقبل قوله، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع، وليس أحد بمعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فلا تتخوضوا في دين الله عز وجل بغير علم، وانظروا ما كان عليه الصحابة، فإن عقيدتنا ودعوتنا مبنية على ثلاثة أركان، على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم الصحابة، افهم فهم الصحابة. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة في المقام الأول، ولما سئل من يا رسول الله الفرقة الناجية قال ما أنا عليه، ولم يكتفي بذلك بل قال وأصحاب. فإذا لا ينبغي أن نفهم الأدلة بمعزل عن فهم الصحابة،
ولا أن نطبق الأدلة بمعزل عن تطبيق الصحابة لها. إذا كنا نرجو أن نكون على المنهج السليم وعلى الصراط المستقيم، والخلاصة من ذلك أن البركة التي في الأولياء والصالحين هي البركة المعنوية اللازمة التي لا تفارق محلها أبدا، وبناء على ذلك فلا يجوز أن نطلب البركة الذاتية المنتقلة بالأكل من طعامهم الذي أكلوا منه، أو بلبس ثيابهم التي لبسوها، أو بالجلوس في المكان الذي جلسوا فيه، أو بالتمسح بأبدانهم، أو تقبيل أيديهم طلبا للبركة الذاتية. تقبل يد العالم احتراما أهلا وسهلا، لا بأس بذلك، لكن تقبل يده رجاء أن تحل في شفتيك وفي بدنك بركته؟ الجواب لا، هذا خطأ، هذا خطأ. لا تغش المسلمين بتجويز ذلك ولا بتسويغ ذلك، لأن هذا أمر عقدي، أمر عقدي لم يكن عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الأئمة وأهل الهدى. أسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يبصرنا بعقيدتنا. ولا أزال أحذر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يقبلوا فتاوى هؤلاء التي بنيت على خلاف الدليل. إذا قالوا كلاما وافق الدليل وعليه برهان صحيح فاقبلوا كلامه، لا لأنه كلامهم ولكن لأنه متفق مع الدليل. لكن إذا قالوا كلاما وثبتت مخالفته للأدلة فإياكم أن تقبلوا كلامه. وأوصيكم أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربه أن تلزموا غرز العلماء الراسخين المأمونين في علمهم وأمانتهم وديانتهم، ممن يخافون الله في الناس، ممن يخافون الله في الناس وفي عقائد الناس وفي دين الناس وتوحيدهم. أسأل الله أن يهدي نفوسنا، اللهم اهدنا إليك، اللهم اهدنا إليك، اللهم سدد قلوبنا وألسنتنا للحق، ونعوذ بك أن تجعلنا رؤوسا في الضلال، نعوذ بك يا ربنا أن تجعلنا رؤوسا في الضلال. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.